اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيوفي في هذه الفقره. ازيك يا ايشو؟ اهلا بك يا كابتن. اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. ازيك يا حنفي؟ ازيك يا كابتن؟ كله كويس؟ حضرتك كله تمام الحمد لله. احمد ايشو طبعا واحمد حنفي يعني عشان برضو ايه واحنا بنتكلم. خليني ابدا معاك يا ايشو على طول لانه الحقيقه الوقت. شفت مباراه السنغال وزيمبابوي ازاي؟ طبعا يعني منتخب زيمبابوي يحسب له ان هو طبعا قدر يصمد لغايه الدقيقه 94 يعني 94 وكسر كمان عشان يحتسب ضده طبعا نتيجه الضغط. هو طبعا يعني منتخب اكيد متواضع جدا وقصاد يعني نجوم السنغالي مرشحين للفوز بالبطوله. يعني منتخب السنغال مع منتخب الجزائر وان شاء الله يكون معه منتخب مصر والكاميرون من المرشحين جدا للفوز بالبطوله. وبالتالي ان هو منتخب متواضع الامكانيات يعني الفرديه والجماعيه يوصل 94 دقيقه متعادل 0-0 شيء ايجابي جدا. حتى التعادل اصلا او الفوز بتاع السنغال عن طريق ساديو ماني بضربه جزاء، فطبعا ده شيء يحسب جدا لمنتخب زيمبابوي.